بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. كل سنة جماعة وحضراتكم بخير وبصحة وسعادة يا رب، كده إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم. بسم الله ما شاء الله، النهاردة السبت من داخل سوق ضراو، سوق الجمال بالأخص، الجمال والقعدان والنياق الوالدة والبكر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عايزين نشوفوا سعر الجملين دول. السلام عليكم. تعال يا معلم، سيبك من سليم، سليم دايم. والله ما حد بيستمعوا غيري انا. ها؟ على طول مباشر. صباح الفل. والله العظيم. ازيك يا عمده؟ الاخبار؟ الاثنين دول مع بعض؟ ايه فلوسه معاك؟ لا ما احنا عايزين نقول للمشاهد مش لي انا. للمشاهدين. اه. عليهم 46. 46,000. هم جمال ايه سنهم؟ جمال سوداني. اه ايه سنهم سن؟ آه ناب. لا ناب. زي واحد سنه عندنا 50 سنه مش كبير يعني. ايوه لا ناب يعني كبير. هم يشتغلوا في القصب ولا لسه؟ ولا يتكملوا يشتغلوا؟ يشتغلوا. هذا جمل كبير. بالصلاة على النبي تبارك. ادي الجمل يا جماعه، واخوه اللي هناك الثاني دي. بسم الله. بسم الله. الجمل حلو ده، برج مش عمار. بتاع قصب. اه بتاع قصب. اه. الاثنين 46. يعني الواحد 23 على كده؟ 23. ادي يا جماعه الجمال، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تبارك لا ما شاء الله حلوين هم. بما يرضي الله حلوين. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. اسم الكريم الاول حق. الحاج مصطفى البحراني. ازيك يا حجي مصطفى؟ نسيبوا رقمك لو حد عايز يتواصل معك في حاجة. كم الرقم؟ 0122 0122 54 54 55 55 260 260 مصطفى الفخراني. متشكرين يا حجي مصطفى، الله يوسع عليك. الله يوسع عليك يا خالد، منور والله. الله يوسع عليك. هذه جمالين دول يا جماعه، الراجل بيقول عاملين 46,000 جنيه. جمال تشتغل في القصب وجمال حلوة بما يرضي الله. تبارك بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني ده قعود أربع سنات أول حاجة، قعود أربع سنات وده جمال. عايزين نشوف الاسعار كده. منور عم جمعة، الله يوسع عليك يا حاج، الله يوسع عليك، الله يبارك لك، الله يخليك يا حاج. عم جمعة ده من الناس اللي هم السواقين اللي هنا بيشيلوا الجمال وبيودوها يا جماعة، يعني راجل محترم بما يرضي الله. بس النهارده ملاحظ حاجة، السوق بما يرضي الله يعني خافف شوية النهارده. السوق النهارده يعني ايه خافف شويه بصراحه. السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمه. ايه الاخبار؟ اسم الكريم الاول. سيد ابو عبد الدين. ازيك عم سيد؟ الله يبارك فيك. بالصلاه. ايه اخبار السوق النهارده في الجمال؟ السوق والله عشان ما فيش تسين تعبان. اه انا شايف ما طرحش كثير السوق النهارده. لا ما جاتش البهاء من هذا. اه اللي السوق ده ما فيش تسين من اصله. اللي هم الجماعه اللي هم الوكلاء. اه ايوه ما جاش من السوق اصل، السودانيين ما جابوش السوق ده. اه ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان قالوا ايه الورق ناقص امضى. الاجراءات. الاجراءات الرسميه. اه. اساسا ما جاتش بهم في اسمه ده، قول معي، ما جاتش في ابو سمبل. ما جاتش في ابو سمبل اللي هو المحجر صح؟ صح. اه. ما جاتش اجمال السمبل. اه. ما جاتش واصل. ان شاء الله تاجي بكره.
ان شاء الله. لا الاسبوع الجاي كذا صح ان شاء الله تاج. طب بالنسبه الجاي. بالنسبه ان الجمال قال لا الاسعار شاده ولا مرتاحه؟ لا الاسعار شاده. الاسعار شاده طبعا عشان ما فيش طرح. ما فيش طرح. الله يوسع عليك، شرفنا بيك يا حاج. الله يبارك. الله يوسع عليك. ايه معك حاجه النهارده؟ لا لا لا. الصلاه عليك. تبارك الله عليك يا حاج، الله يوسع عليك. في بيع وشراء دول يا جماعه، عايزين نشوف البيع والشراء تاعهم. بيع فيهم يا جماعه على 19000 ل 4 دولار. هذول دول ثلاثه وفي واحد هنا منهم. على الاربعه اللي هناك دولك الواحد ب 19000 معلم. الاسعار معانا هنا عمده. ايه الاسعار معانا هنا؟ والله الاسعار غاليه من ده. عشان ما فيش طرح النهارده. كم طب واصلين دول؟ والله دل... لسه ما وصلوش بيتكلموا بس ما فيش يعني كم البيع والشراء؟ والله 16 واحد واصل 16. ماشي عمده، شكرا عمده. المزرعة عمدة. مزرعة؟ المزرعة. ما شاء الله. حبيبي. أنا عجيب اللي عثمان شافنا. يا معلم. إيه معاك هنا النهاردة؟ قعدان ولا جمال دولة؟ جمال. جمال؟ هذا في شوية هنا كمان يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. محدش واقف عليهم بس دول. هذه في أربعة ثانيين. إيه الأسعار تبدأ فيهم دول أحمد؟ الأسعار هم؟ الأسعار 15000 داير في الأربعة؟ 15000 في الأربعة يا جماعة. الأسعار النهاردة يا جماعة عشان ما فيش طرح والبهايم ما جاتش، فالأسعار يعني أغلى من الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات كانت أرخص، الأسبوع اللي فات كانت مرتاحة. 15000 داير. والصلاة على النبي يا جماعة، زي ما انتم شايفين السوق النهاردة بتاع الجمال مش طارح كتير عشان المكاتب ما نزلتش. في نهاية الفيديو يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.